كده كلمني عن بداية رحيلك بقى عن نادي الزمالك، بداية كان رحيلي عامل عن ازاي؟ نادي الزمالك، طبعا كان أنا كنت في الفترة من أسباب مشاياني، جت فترة على نادي الزمالك كان كل شوية تغيير إدارات تغيير إدارات تغيير إدارات. فطبعا الإدارة دي تيجي مش عارفة اللعيبة دول، يعني الجهاز الفني يمشي حد يجي، يعني كان في مشاكل كتيرة جدا. فكانت بدايتي لزد، لزد. كنت على سبيل الإعارة لنادي زد ورجعت لنادي الزمالك تاني، وبعد كده مشيت بقى بشكل نهائي. مش بشكل نهائي بقى. نزلت بقى طبعا، يعني لفيت بقى، نزلت تحت شويه بقى محترفين نزلت الممتاز بيه محترف. بقى. لعبت في نادي السكة الحديد مع كابتن امير عزمي، طبعا. نادي الزمالك طبعا كابتن امير اسم كبير، طبعا طبعا. واتمرنت ودلوقتي في نادي منتخب السويس. دلوقتي في منتخب السويس. طيب يعني كلمني برضو عن المرحلة بقى الحالية اللي انت فيها مع منتخب السويس. المنتخب ده كان كمان قريب جدا من الممتاز، كان قريب جدا. عايز اقول لك، يعني بجد الواحد متضايق جدا على الخطوه دي، ان كان ممكن ياخدها مع نادي كبير، والواحد زعل عليها، يعني لان احنا كلنا حاطين في دماغنا الخطوه ديت. والسنه دي بجد انا على المستوى الشخصي فرقت معايا كتير في حاجات كتيره، نادي جماهيري ونادي كبير، منظومه كويسه ولعيبه كويسه، والانديه الجماهيريه بشكل عام برضو انت اكيد عارفه بتبقى فيها، يعني فيها صيت كبير جدا عن بقيه طبعا الانديه الموجوده التانية، طبعا. فخصوصا نادي منتخب السويس جماهيره كبيره ودايما دعم للنادي، يعني بصراحه يعني اكيد. لكن حاسس كده ان المرحله دي بتفيدك، طبعا بتفيدك يعني، بتطلع مثلا يعني عارف فيها حتى تطلع المواهب اللي عندك، او حاسس ان الفتره دي هتبقى نقطه مهمه جدا في حياتك. يعني دي حقيقة كلمني عن دي الفتره حقيقة. دي أنت اكتر. عارفة نديم، يعني على الرغم من الحمد لله الخبرات اللي الواحد خدها من نادي الزمالك وهو صغير، بس بجد الفترة اللي أنا فيها دلوقتي ديت يعني زودتني أكتر أكتر بكتير، يعني ادتني كم من الخبرات برضو. يعني الناس برضو ممكن بتفتكر إن المحترفين أو الدرجة الأدنى بيبقى الاحتكاك فيها مش قوي قوي، لا طبعا برضو الاحتكاك قوي ولعيبه كتيره كويسه، طبعا. في لعيبه كتيره جدا جدا في المحترفين وعندنا في الفرقه، يعني ان شاء الله هتسمعي عنهم قريب يعني باذن الله. يعني في لعيبه في كتيره، اسماء كويسه لا اسماء كويسه جدا جدا، وهي الحمد لله برضو المنظومه كلها كويسه برضو يعني بشكل كبير اكيد طبعا، احنا بنسمع وعارفين يعني.